بنادم صباح ناعس عملوا له حالات غير شويه تينا هذيك كتدخل العقال واللي عنده باك صاحبي راه كيزولوها له بالعربيه ما يكذب عليك حتى واحد وعاملوا حالات الغش في الفلسفه ودابا الفلسفه فيها شي حالات غش انا ام تنخدم على ولدي 12 عام هادي باش نخرجوا مواطن صالح هاد الدوله دي ما غلطنا فين نخرجوا ولاداتنا مصالحين واش باغي يخرجوا متشمكرو وكتدخل النيابه حتى الرئيس ديال النيابه ما باغيش يخرج عندك كيقول لك مشي جيب معك تا امزازي ما عندي ما نعمل لك سي امزازي عتقات الشباب هادو عتقهم راه الاغلبيه نتاع التلاميذ منهم هاد الولاد كلشي باغي ما بغاش يرجع يقرا علاش قال لك ماما غير كندخل للدار كنفكر في النتيجه راني ماشي ناجح علاش حطموه لي مرضوه لي هو مريض وزادوا كملوا عليه حالات غش اصلا هيدا كيعملوا بنادم اللي كيقرا هو اللي كيسقط وبنادم اللي ما كيقراش اللي ما كيستحقش ديك النقطه كيديها السلام عليكم معكم التلميذ محمد من مدرسه عبد الله الشفشاوني انا مسلك علوم حياه والارض حنا عملوا لنا حالات غش في العلوم حنا عندنا النقاط مرتفعين في جميع المواد مراقبه مستمره الجهوي جاونا حتى العلوم حنا مدرسه كامله عملوا لنا حالات غش بغينا نعرفوا هاد حالات غش هادي من جاتنا ما عطاونا حتى شي دليل قال لك تسجل في السيت ما كاين حتى حاجه كيكذبوا علينا الوراق دفعنا شكايات ما ردوا علينا حتى حاجه واش ما عملوا معنا حتى شي حال حنا كنطلبوا منهم يعطيونا قبل يعطيونا الرطراباج مع خوتنا هادشي اللي كنتمناو ما عطاونا حتى حاجه هاتينا كتشوف حتى واحد ما كيهضر معاه واللي عنده باك صاحبي راه كيزولوها له بالعربيه ما يكذب عليك حتى واحد بنادم جاو معانا البارح زولوها له مشى فحالو ما دوارش يبين كانت عنده حالات غير زولوها له واخر بنادم صباح ناعس عملوا له حالات غير شويه تينا هذيك كتدخل للعقال السلام عليكم معكم التلميذ زكريا من عبد الله الشفشاوني حتى انا نفس الحاله اللي وقعت من الصديق ديالي وقعت لي سينا وعملوا لنا حالات غش في ماده علوم الحياه والارض اللي هي الماده الاساسيه ديالنا اس في تي وحنا الخوت ما وحنا ما عرفناش يعني شنو وقع لنا هادشي هذا حنا عام كامل حنا كنكافحوا عام كامل وكنخدموا كانوا عملوا لنا في ماده اخرى ما كتبقى فينا ولكن الماده ديالنا اللي عملوها لنا فيها اس في تي عملوا لنا حالات غش اللهم هذا ملك حنا كنطلبوا اعاده التصحيح او لا يعملوا يعاودوا لنا امتحان رطراباج مع خوتنا راه هادشي هذا ماشي ماشي ساحل خوت كاين بعض من الناس اللي كيقول لك قلعوها لهم عملوها لهم حيدوا لهم ديك الحاله غش حنا كنطلبوا مسؤولين انهم يشوفوا معنا شي واحد ما كيوقف معنا كنجيو شي واحد ما كيديها فينا اللهم هذا منكر حسبونا في حولاتكم وقفوا معنا شوفوا لنا شي حال تكون حنا مستعدين اننا نتقابلوا مع الوراق ديالنا ولا عطيونا راه طرباش اللي بغاو اي حال نعملوا معنا يعملوه معنا بالنسبه لي انا عندي ولدي كان ديما تضرب 17 18 من تصحح وخارج في الماط وخارج في الفيزيك وخارج في السيونس والانجليزيه المواد ديالو ديما تضرب فيها 20 فالتصحيح هذا هبطوا له 10 ونص 11 11 يعني في خلى ولادنا غادي يخدموا مساكن في خلى ولادنا باش غيكون عندهم افق حطموهم انا ام تنخدم على ولدي 12 عام هادي باش نخرجوا مواطن صالح هاد الدوله ديما غلطنا فين نخرجوا ولاداتنا مصالحين واش باغي يخرجوا متشمكرو والناس اللي عندهم حالات غش حرام عليهم علاش لهم هاد الحاله هادي علاش ضيعوهم اللي عنده حالات غش حنا كنا تعرفوا بان اللي كانت مصداقيه نتاع الاستاذ داخل القسم انه اكتشف حالات غش في البلاصه تطبق عليه في البلاصه ماشي حتى خليهم يمشيو لديرهم وانتظروا النتيجه لقاو فيها فرط علاش ماشي حرام عليهم حنا بغينا صوتنا يوصل لسي امزازي عتقات الشباب هادو عتقهم راه الاغلبيه نتاع التلاميذ منهم هاد الولاد كلشي باغي ما بغاش يرجع يقرا علاش حنا بغينا التصحيح ويجيبوا لنا كفاءات ماشي يجيبوا لنا يجيبوا لنا استاذ ديال البارح يقول لك اياه يجيبوا لنا كفاءات يصحوا لنا تنطلبوا باعاده التصحيح نتاع التلاميذ اللي راهم في النقاط واش التلميذ شحال هو تيخدم ويحطوا له 11 لان مدرسه غتقبلوا لان مدرسه النقاط نتاع ولاد العمومي تباعوا الناس البريفي واش بغاو غير ولادهم اللي بقاو غير ولادهم اللي بغاو يبقاو ولادنا حنا فين بغاو واش الشباب مساكن شحال واحد مسكين جالس شحال مدجل الشباب حرام عليهم حرام عليهم هذا الباك هذا الباك هذا بالنسبه لهم هو الحياه هو الحياه علاش صافي تقول لهم سيروا خرجوا شماكريه واش ما استفدوش من التجربه نتاع الولاد اللي خرجوا مساكن للسبته واش ما استفدوش شنو حتى هادو بغاو يخرجوهم هكذايا حرام عليهم حكم اكتشفوا الحالات نتاع الغش يطبقوا عليهم القانون سوغ بلاص ماشي حتى يخليهم يمشيو لديرهم عاد يقولوا لهم فرد شنو هاد السياسه هادي ما عمرنا ما سمعناها في شي دوله ودابا عاطينا الموقع باننا غندخلوا لاعاده التصحيح وتنطلبوا ما كاينش اللي جاوبنا تلامذ عندهم كفاءه عاليه بحال مثلا تلميذه عندها 19 في المراقبه المستمره المدرسه كامله كتشهد بها مدير استاذ في المسيره الدراسيه ديالها كامله وعاملين لها المادة اللي كتجي فيها النقط مزيانين عاملين لها حالات غش واش هذا منطقي يعني ماشي لوجيك وكتدخل النيابة حتى الرئيس ديال النيابة ما بغاش يخرج عندك حيت أصلا في الأصل هو أصلا يعني ماشي يخدمنا حنا ماشي حنا اللي في الخدمة ديالو نورمالمون يخرج عندنا ويهضر معنا ويعطينا شي جواب يعطينا تصريح ماشي كيقول لك مشي جيب معك تا أمزازي ما عندي ما نعمل لك
السلام عليكم، معكم حفصة مقدم ثانوي تأهيلية ابن زهر. اليوم جيت من 8 الصباح هنا هنايا كنطلبوا بالحق ديالنا، ما طلبنا حتى شي حاجه من غير الحق ديالنا. عملوا لي فرود في حاله في ماده ديال اس في تي، وانا اس في تي دوزتها، جات اللجنه، جاو وحده كتفتش البنات، وحده كتفتش الدراري، فتشونا كاملين. يلا دق الجرس، غادي نبداو الماده، قال لك اللجنه دخلت، دخلت بدات كتفتش واحد بواحد. حتى كنتفاجئ كنشوف النقط ديالي مزيانين، مشيت لاس في تي كنجبر فرود، كيفاش عملوا؟ لا ما فهمتش، واش حصلتيني متلبسه؟ انا اربعه كيحرصوا عليا، جيت حدا قاعة ديال المدير، معايا منهم جوج كيحرصوني، زيد لي المفتش، زيد لي المدير، الحراسه جاتني مزيره بزاف، وملي كندار مع التلامذ كاين اللي جاتو مرخوفه، كلشي نجاح، جات التالي اللي عاملين لي فرود. انا بهذا العام هذا عندي عماين، والعام الثاني بالدرع باش دوزتو، ما قدرتش تندوزو، في الاخر عاملين لي فرود، انا ما يمكنليش نعاود العام الثالث، الا ما عملوش معنا شي حل مستحيل انا نرجع، ما يمكنش. خص عام زازي وكنطالب الملك جلاله الملك محمد السادس انه يعمل ويتدخل ويعمل الاجراءات ديالو، يعتقنا، حيت الا ما عتقوناش حنا غنخرجوا للزنقه، غنخرجوا تخرج علينا الزنقه، المستقبل ديالنا ضاع، حيت البكالوريا هي بدايه ديال المستقبل ديالنا، وديك البدايه داوها لنا حنايا. انا تلميذ مع عبد الله الشفشاوني، حصلت على 17 مراقبه الاولاني ديال القسم في المراقبه. انا خدمت مواد كاملين مزيان، مشيت ماده العلوم الحياه والارض، صافي انا جمعت الوراق ديالي، بغيت ندفع شي شعبه مزيانه، حتى كنهار النتيجه كنشبر حاله صغيرش من ماده العلوم الحياه والارض. تفاجات، تصدموا الوالدين ديالي، تصدموا، هادشي هذا عيب وعار. غش رانا الاحياء الشعبيه هنايا نعملوا محلات الغش، ناس بريفي كيجيو مرافق ديالهم، كيجيو مرافق ديالهم كيكتبوا لهم اجوبه، ما عملوا لهم والو. حنايا يعني ماشي الاحياء الشعبيه كانوا لنا حاله غش، راه حشوم عليهم والله، الا حشوم عليهم، راه ضيعوا الشباب المغرب، راه حشوم عليهم والله، الا حشوم عليهم. السلام عليكم، انا واحد التلميذ من مدرسه عبد الله الشفشاوني، جيت نطالب بالحق ديالي كجميع التلاميذ اللي هنايا. حنايا ما عرفناش علاش عملوا لنا في الماده الاساسيه ديالنا ماده اس في تي عملوا لنا فيها حاله غش، وهذيك هي الماده الاساسيه اللي كنا كنتوقعوا غنجيبوا فيها النقاط مزيانين. انا بالنسبه لي عندي في الجهوي 12 ونص، في المراقبه المستمره 15، يعني اول هذا العام الباكالوريا غنطلعوا بمونسيون. في الاخر كنتفاجئ عاملين لي انا حاله غش، ما عرفتش مين جات هاد حاله غش، ما عرفتش مين جاتني هاد حاله غش. انا اخاي في جاتني ما حصلوني الا كان نقل في قسم، دوزت المواد ديالي كاملين مزيانين من الفيزياء حتى الرياضيات، وانا مزيان ما حاصلوا عليا حتى شي حاله غش. في الاخر كنتفاجئ اخاي نهار اللي غينزلوا النقط، كنتفاجئ باللي انا عاملين لي حاله غش. ملي جينا لهاد النيابه هادي خمس ايام وانا طالع هاود، خمس ايام وانا طالع هاود كنطالب بالحق ديالي، حتى شي واحد ما عطانا حتى شي حاجه، ما جاوبنا حتى شي حاجه، قال لك مشي اعمل شكايه دفعه في مصر، دفعنا ديك الشكايه في مصر، ما عرفنا فوقاش يردوا علينا، ما عرفنا والو اخاي. جاو الناس هنايا اللي عندهم صاحبهم باهم وكذا، اللي كيعرفوا من الناس هنايا، كيدخلوهم كيعوطوا لهم الامور ديالهم، طن طن شي الله يعاونك. وحنايا اللي حنايا ولاد الشعب ما عندنا حتى شي واحد اللي دافع علينا، وحتى شي واحد ما يوقف معنا، احنايا طالعين وادينا مرض. انا تلميذه من مؤسسه ابن زهر، كنكون من الاوائل د المؤسسه، يعني حتى المدير والاساتذه كيحكموا عليا بالشهاده ديالهم. ما عنديش قل من معدل جميع المواد، ما عندي حتى يعني اكفس ماده، ما عنديش زعما حتى في الوطني ما عنديش شي نقطه هواد على 10، وهيداك عملوا لي حاله غش في الشعبه ديالي اللي هي اس في تي. اس في تي مع الحكم الاستاذ ديالي، يعني اذا جاي يهضر يعني انا من الاوائل ديالو، اصلا من الاوائل تاع المؤسسه، وهيداك عملوا لي حاله غش، واللي نقل نجح واللي ما نقلش هو عامل له حاله غش. اصلا هيداك يعملوا بنادم اللي كيقرا هو اللي كيسقط، وبنادم اللي ما كيقراش اللي ما كيستحقش ديك النقطه كيديها. وكنطلبوا من واحد الحاجه، يا اما يعدلوا لنا اعاده صحيحه، يا اما صرا طراباج، على الاقل غير طراباج كما كنقولوا دائما. انا عندي وليد كيقرا في البكالوريا في الحنصالي، شنقول لك اخويا، العايل العام كامل هو ما نقول لك شي، كيقرا كيراجع كيزيد السوايع النقط عنده في الدوره الاولى في الدوره الثانيه، العايل كان عنده ما نقول لك شي واحد الكفاءه، ما نقول لك شي، العايل كيقول لك ماما انا غنجح انا عندي النقط لف في القسم، عنده كل شيء زعما النقط عنده المواد كاملين. نهار يدوز امتحان جا العايل فرحان كيقول لك ماما انا زعما راني عدلت زعما داكشي اللي لا رجعت فيه وداكشي راه درته، وما كناش منتظرين هذا النتيجه هذه اللي عدل. العايل جايب 13.53 عامل له دابا، وكيقولوا له تينا ماشي مقبول، وعاملوا حالة الغش في الفلسفة، ودابا الفلسفة فيها شي حالة غش. فلسفة كيعطيوك ثلاثة د المواضيع،
كتختار الموضوع اللي خدمتي عليه في الدار ولا هذه. هو خدا واحد الموضوع من ديك ثلاثه المواضيع، رجعوا في الدار حفظوا طرحوا ناضوا عملوا له غير داك الفلسفه. الرياضيات عندهم مزيانه، الفيزيك عندهم مزيانه، في عنده لستيه معامل فيها 10 جا مزيانه، الا الفلسفه جاوا الطرف عملوا البروف وقالوا له انتينا ماشي مقبول. تخيل الولد ناجح في الاخر يقولوا لك هذا حاله الغش في الفلسفه. عرفتي حطموا المعنويات ديالهم اخي، قسما بالله العيل مرض لي، العيل مرض لي قسما بالله. تشوف واحد الحاله في دايره العيل، العيل جبر يخرج من الزنقه ما يدخلش للدار. قال لك ماما غير كندخل للدار كنفكر في النتيجه راني ماشي ناجح. علاش؟ علاش يظلموني انا هذا العائل؟ حطموه لي، مرضوه لي، هو مريض وزادوا كملوا عليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.